تشهد المدارس في الآونة الأخيرة سلوكيات عنيفة باتت تطبع علاقة التلاميذ فيما بينهم أو مع الأستاذ، ليتحول العنف في الوسط المدرسي إلى واقع يهدد استقرار المدرسة الجزائرية. دي فوا نشوف بزاف دراري يضربوا في الساحة، سورتو كي يخرجوا، على جالك شي واحد زعما هكذا ما يعرفش يهضر ينطق كاش كلمة يتنوض لي باقا، وكاين بزاف طبايع عم يتعلموهم زعما واحد يجي مور الاخر يدفعوا ويطيح على راسو. كنا هابطين في الدرج، دراري يدافعوا جبتها في الدرج في يدي بين ساعة وساعة، اي والاخر يقول له قالك هكذا قالك هكذا ويقول لك قالك هكذا هكذا، ما يبداو انتقت لي هكذا هكذا ويبداو يضربوا، ما كاش كاع لي سلك. كيما اليوم انايا سبق ما جبتش اللوحة ضربتني شيخ. الفاعلون في قطاع التربية توقفوا عند ظاهرة العنف في الوسط المدرسي من خلال يوم دراسي تحت شعار من أجل مدرسة ضامنة للحماية والإدماج ذات جودة وبمنأى عن العنف. يبدو أن العنف للأسف أصبح اليوم الأسلوب المسيطر لحل النزاعات. لقد أصبح من المستعجل اليوم إيجاد داخل المدرسة حلول بديلة للعنف، مثل تكوين فيما يخص كيفية أخذ الكلمة، كيفية تفاوض والوساطة، كيفية الإصغاء إلى الآخر مع السهر على تطبيق القوانين. وبحثاً عن إجراءات عملية لوضع حد للظاهرة، تم عرض تقرير فوج العمل المكلف بالعنف في الوسط المدرسي، والذي تم تنصيبه في إطار توصيات الندوة الوطنية حول إصلاح المدرسة التي عقدت في جويليا الفارط. فوج العمل اللي كلف بدراسة هذه المسألة خرج بجملة من المقترحات تناول أو تتعرض لكل الأبعاد والمحاور التي تدخل في هذه المسألة. في مقترحات خاصة بالتلميذ، في مقترحات خاصة بالتلميذ الذين هم في وضعية صعوبات تعلمية، في مقترحات خاصة بالتأثير بصفة عامة سواء التأثير البيداغوجي أو الإداري، في مقترحات خاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مقترحات خاصة بالهيكل. ممثلو التنظيمات النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ قدموا بدورهم في إطار فوج العمل تشخيصاً للظاهرة والتي تعتبر نتيجة لجملة من الأسباب. العنف المدرسي ما هو إلا يعني استمرارية للمحيط الخارجي، ألا وهو العنف الاجتماعي. ما يخفلكش أنه الطفل من نهار اللي ينزاد هو محيط بالعنف. علاش محيط بالعنف؟ لما يكون صغير يشوف والديه يضربه، لما يخرج برا يشوف يعني الناس كامل تضارب، وحتى الرسوم المتحركة كلها مبنية عن العنف، يعني حتى يعني الرسوم المعروفة يعني فيها العنف، فبالتالي يتنمى للطفل يعني أسلوب العنف غير ما على بالوش بلي راهو يدير فيه على خاطرش كبر عليه. الفراغ الذي يعيشه التلاميذ في المدارس في من حيث النشاط اللاصفي الذي يفتق تلك الطاقات الكامنة لأبناء التلاميذ، هذه القوة الكامنة إذا لم يفرغها إيجابيا سيفرغها سلبيا. أما عن الحلول المقترحة للتخلص من العنف في المدارس، فخلص المجتمعون إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي للمؤسسات وتنصيب خلية متابعة للظاهرة. طرح المقترحات وهو حجم المواقع التي تدعو إلى العنف وتهدم أخلاق التلاميذ، طبعا لأن التلاميذ أصبحوا الآن مرتبطين كثيرا بالمواقع الانترنت. القضية الثانية وهي إنشاء مثلا قنوات تربوية خاصة بالتلاميذ. أول اقتراح هو تفعيل المجالس التأديبية بالنسبة للتلاميذ. اثنين، مقترح هو سياسة التكوين بالنسبة للمعلم وتوفير رجال الأمن على مستوى المحيط المدرسي. اليوم الدراسي كان فرصة كذلك لمناقشة مسألة الدروس الخصوصية والتي تعرف هي الأخرى تنامي في جميع المراحل التعليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكييف المناهج مع قدرات التلاميذ وكذا تحسين الممارسات البيداغوجية داخل القسم لمنع اللجوء إلى الدروس الخصوصية.